عقدت اللجنة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر مؤتمرا صحفي الخميس تعقيبا على فرض رسوم على تأشيرة العمرة من قبل الحكومة السعودية بحضور شركات الحج والعمرة وبمشاركة قطاع النقل البري والجوي. رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر رئيس اللجنة الدينية شاهر حمدان تحدث عن البيان الذي أصدرته الجمعية بشأن فرض الحكومة السعودية رسوم دخول على المعتمرين والحجاج الذين اعتمروا سابقا والتي تصل إلى قرابة 400 دينار بالإضافة إلى تكلفة العمرة نفسها. إن شركات السياحة والسفر العاملين في قطاع الحج والعمرة تحرص دائما على علاقات طيبة مع حكومة خادم الحرمين الشريفين والسفارة السعودية في الأردن. ثانيا، إن قرار فرض رسوم دخول على المعتمرين الذين اعتمروا سابقا تعتبر مرتفعة جدا، تضاف إلى قيمة خدمات الحاسب الآلي وقيمة النقل والسكن، ستؤدي إلى عزوف المواطنين الأردنيين عن أداء مناسك العمرة وينخفض عدد المعتمرين في الأردن بنسبة تزيد على 90%. العدد الآن يتجاوز 450,000 معتمر في السنة، وفي حال فرض أو في حال الاستمرار في فرض رسوم على التأشيرات للمعتمرين في السنوات الثلاث الماضية سيعزف العدد الكبير من المواطنين الأردنيين عن أداء مناسك العمرة. لغاية الآن ما استلمناش ولا من أي شركة طيران أي شغل بخصوص قرار رفع الفيز. رفع الفيز مش راح يأثر سلبا فقط على مكاتب السياحة أنها تسكر أو أنها تضل وخصوصا تشتغل بس حج عمرة، ولكن بيأثر على الملكية بشكل رئيسي، لأنه جزء كبير إحنا ناقل وطني، معظم الوزارات والجهات الرسمية ما بتعامل مع الملكية. زائد العطاءات ممنوع ترسيها، يعني مؤخرا إنه عم بفضلوا الملكية الأردنية عشان المرونة اللي فيها، بغض النظر كانت من تغيير تواريخ أو رحلات عارضة أو دونات طيران منجيبها بآخر، يعني سواء بالحج بآخر نفس مثلا. وبين رئيس جمعية النقل السياحي المتخصص الدكتور عبد الباسط روبين الأضرار التي لحقت بكثير من المواطنين وبشركات الحج والعمرة، مناشدا الحكومة السعودية بأن تعامل المعتمرين وشركات النقل في الأردن الذي يعد الشريان النابض لها كما كان في السابق. الله يعطيكم العافية. احنا حقيقة بنشكر قناة الحقيقة الدولية على تواجدها بكل حدث في المملكة الأردنية الهاشمية ولمصلحة المواطنين والمصلحة العامة خاصة. حقيقة قطاع النقل الضرر من هذا القرار هو ضرر كبير، ينتج تراجع 90-95% من الأعداد التي سافرت العام الماضي موسم 1437 هذا العام. يعني أن العام 1437 شهدت المملكة العربية السعودية بعدد معتمري قادمين من المملكة الأردنية الهاشمية يفوق 400,000 معتمر. وأنا من منبرك هذا بناشد جلالة الملك سلمان أطال الله في عمره أن ترجع المملكة العربية السعودية عن هذا القرار، كون نحن المملكة الأردنية الهاشمية هي الشريان الرئيسي للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ونحن في خندق واحد مع إخواننا في المملكة العربية السعودية. وعبر أعضاء الجمعية عن رفضهم للرسوم الجديدة مشيرين إلى أنها تهدد قطاع السياحة والسفر في الأردن، معلنين مقاطعتهم تصديق عقود العمرة. حازم السردي، الحقيقة الدولية.